ننتقل الآن إلى الفصل الثاني وهو بعنوان تصنيف النجوم ومخطط هيرسبرانج غسل أو HR Data. طبعا الآن هون زي ما بتعرفوا الرسم البياني هو من أفضل الطرق التي تستخدمها العلماء لتعريف النتائج التي وصلوا إليها في دراساتهم وأبحاثهم. يعني زي ما نشوف كمان ترون في أي خلال أي مختبر، لازم في النهاية شو بتعمل لها درس رسمة. لا رسمة لأن هنا بعطيك معلومات عن التجربة وبتحصل بعض الكم تصمت منها بعض القصائص، لأن هنا الفيزيائية العلاقة فيها لأن هون بتبنى. وبالتالي لأن هنا إذا كان في جدول أو أرقام معدل، ما راح الشخص اللي يقدر أو قارئ يستنبط معلومات كثيرة عن هذا الموضوع مثل ما ممكن يصنبط من الرسومات الان هون البيانية والاشكال الان هون توضيحية. وهي طبعا الان هون ينطبق على كمان على جميع العلوم بما فيها علم الان هون الان الفلك. طبعا في نسبة لتطور العلم الفلك الان هون او فيزياء الفلك، في نهاية القرن التاسع عشر تمكن علماء الفلك من قياس طبعا بعض من الخصائص النجمية، لأنه طبعا بسبب التطور في أجهزة الرصد الفلكي وأدوات القياس الآن هون الآن مختلفة. فعلى سبيل المثال استطاعوا قياس أقطار النجوم الآن هنا، وكمان استنباط درجات حرارة الفعالة السطحية للنجوم وتقسيمها إلى مرتبات طيفية، واستنباط كمان بعدها وسرعها قطرية لأنه لا إلى آخره. طبعا دائما ما في شخص بيقدر يعمل كل شيء لحاله، لازم يكون في لأن هنا تكاتف وأكثر من مجموعة تعمل على شيء معين حتى يخرج بشكل أفضل. فبالتالي عملت عدة مجموعات فلكية حول العالم على دراسة النجوم وتسجيل خصائص تلك، فنتج ذلك مئات الصفحات من الأرقام والرموز ما يسمى الكتالوجات الهون الفلكية. لكن هذه الكتالوجات الفلكية تحتوي على أرقام وأسماء فقط لأن هنا، وحتى نفهم شو معنى هذه الأرقام ونعطيها معنى فيزيائي أكثر شوية، حاولوا طبعا هالعلماء جاهدين التعبير تلك الأرقام والرموز بطريقة فنية بسيطة تعبر عن أهمية تلك النتائج والأوصاف. طبعا حكونا كما تعلمنا سابقا إلى هون المهم جدا، لازم أي كتاب لازم أو تعرفه لازم يحتوي على أرقام، مش أرقام لازم كمان يحتوي على أي رسومات الآن هنا، وليس مجرد فقط أرقام ما لها معنى يكون هذا ما لم تحتوي على رسمة عن هذه الآن هون إلى هذه. لذلك جاء المخطط اللي هو HR Diagram ليقدم تصورا شاملا للمراتب الطيفية النجمية، ويوضح علاقة بين السطوع ودرجة حرارة سطح تلك النجوم وأحجامها وغيرها من الخصائص في مخطط الأنهون. إذا عندنا هاي الخصائص النجمية الموجودة تم رصدها، لما نحاول نمثلها في تمثيل الأنهون بياني الأنهون مثل في بيان من المحور X والY، نضع الآن خاصية معينة خصائص على المحور X وخصائص على الY، وإذا وضعنا هذا الشكل بعدين نشوف ما هو هاي الخاصية له ونحدد موقع على هذا الرسم الآن هون الآن البيان. هذا الرسم البياني هو يسمى مختصر هو مخطط هيرسبرانج رسل أو هو الـ HR الآن هون الآن ديجرام. هذا المخطط الآن هون راح يعطينا علاقة بين سطوع النجوم ودرجات حرارة سطوحها، ليس وبين إنه الآن هاي العلاقة الآن هون بين سطوع النجوم ودرجة حرارة سطوحها ليست عشوائية، وإنما علاقة مضبوطة توزع النجوم في مجموعات. إذن هنا من هذا الديجرام بينا ما يلي، أهم شيء النجوم توزع في مجموعات معينة الآن هنا، وفي علاقة بين سطوع النجم اللومينوسيتي والتمبرتشر إفكتيف ودرجة حرارة سطح هذا الآن هون الآن نجم.
طبعا توصل هذا المخطط بشكل مستقل كل من العالم الدنماركي، هيرسبرغ 1711. الدنمارك علاقة بين لقب الدار المطلقة الابسوليوت ماجنتود والكلام انديسيز ألوانها، وكذلك العالم الأمريكي هنري نورس روسل في عام 1913 كمان رسم علاقة بين أقطار المطلقة، ونفس الشيء أقطار المطلقة لكن مراتب ومراتب الطيفية، كون بين الأقطار المطلقة واللون هنا بين الأقطار المطلقة ومراتبها الطيفية، وبالتالي يسمى الأشعر دايجرام من هذا هيرسبرغ والروسل يسمى HR إلى هون إلى هون. وكل منهما طبعا اكتشف وجود علاقة بسيطة بين سطوع النجم ومرتبته الطيفية أو لونه، سطوع النجم والمنصتي ومرتبته الطيفية ولونه، وذلك لأن النجم يعتبر كما حكينا النجم أسود مثالي، وفي الطبقة هذه قوانين إشعاع الجسم إلى هون الأسود، إذا تطبيق قوانين اللي إشعاع تم الآن إيجاد علاقة بسيطة بين سطوع النجم ومرتبته الطيفية طب أو لونه، أو العلاقة طبعا مرتبة الطيفية دائما اللون العلاقة مع مين؟ مع التمبرتر الأهون لهذا النجم اللي يعتبر عبارة عن جسم أسود الأهون مثالي. طبعا مع مرور الوقت الآن عرف المخطط باسم HR Diagram بالغة في فهم التطور الآن هون الأهم النسبي. طبعا النسبة تعطينا هي بين هاي العالمين الدنماركي والآن هون الآن الأمريكي، الآن هون الدنماركي اليمين وهذا هو عالم الآن هون الأمريكي. ما هي طبعا المخطط؟ إذا في عندي ديجرام هذا يعني في عندي محاور X axis و Y axis، ما هي الكمية الفيزيائية هتكون على المحور X axis، وما هي كمية فيزيائية تكون على Y axis، أو ما هي على محور السينات والمحور الهون الصادات. على محور الصالات السينات أو X axis يمكن أنه يكون يعني إما درجة حرارة سطح النجم أو ما يسمى effective temperature الآن، وتبدأ من 30,000 أقصى يسار وإلى 2500 كلفن أقصى يمين الآن المخطط. أو ممكن يكون عندي معامل لون Color Index ويتراوح من -0.5 أقصى اليسار مخطط إلى 2.5 أقصى اليمين، أو الصنف الطيفي Spectrum يبدأ بالصنف O وينتهي بالصنف الآن هون. إذا في عندي ثلاث كميات فيزيائية ممكن تكون على محور السينات اللي effective temperature وعامل لون color index أو الطيفي spectral type الآن، وراح يبدأوا من اليسار إلى اليمين من O وينتهي في M هنا، ينتهي من اليسار -0.5 إلى +2.5، والtemperature تبدأ من أقصى اليسار 30,000 إلى 2500 كلفن. ماذا عن محور الصادات؟ محور الصادات في عندي كميتين فقط، هناك كان 3-2، إما اللومينوسيتي التي تكتب بدلالة طبعا سطوع الشمس، وتتراوح هذا بين 10 قوة ناقص 4 أسفل المخطط إلى 10 قوة 6 أعلى المخطط، إما اللومينوسيتي القدر المطلق أبسولوت ماجنتيود، وتتراوح بين +5 أسفل المخطط وناقص 10 على أعلى الهون إلى المخطط. إذا في هنا كميتين فيزيائيات بالنسبة لي طبعا على محور الصادات، إما اللومينوسيتي أو القدر إلى الهون إلى المطلق، وهذا هو الرينج لهم لسطوع الهون المطلق. إذا لازم نعرف إحنا ما هي الكمية الفيزيائية اللي تكون على محور السينات، وما هي كمية فيزيائية ممكن تكون على محور الآن هون الآن الصالات. بعد ذلك تم الآن إسقاط خصائص نجمية على هذا المحور على هذا الديجرام الآن. بعد هم هاي نواقع النجوم حسب تلك الخصائص السطوع اللومينوسيتي أو عامل اللون الصرف اللوني أو التمبرتر الآن، تبين أن النجوم تتوزع في مجموعات رئيسية تمتاز كل منها بصفات متشابهة،
سنتحدث عن التفسير في المحل الأدب. إذن راح تبين أن هذه النجوم ليس الآن سبحان الله هي تتوزع في مجموعات رئيسية، لا كل مجموعة لها خصائص ولها متشابهة، والكل خاصية طبعا هنا متشابهة لها. راح نشوف المجموعات بالتفصيل فيما يلي. إذا هذا الآن المخطط الأشعر ديجرام، هاي محور السينات، هاي محور الصادات. محور السينات نبدأ ممكن التمرشة نبدأ من 30,000 إلى 2,500. لاحظ هنا عدد المحدم من الأصغر رقم إلى الأكبر، دائما نبدأ في تصاعدي، لكن هون وجد أنه تم رسمه لأنه تنازليا من الأكبر درجة حرارة إلى أقل من 30,000 إلى 2,500 كلفن، أو طبعا من خلال إندكس لأنه هنا من ماينس 0.5 بلس 2، وهذا هو الزيادة في الكالر إندكس. وهنا الآن تزداد بشكل أو التمبرشر تزداد بشكل، عندي زيادة التمبرشر في هذا الشكل لكن بدأت بالأكبر شيء، لكن الكالر إندكس أقل شيء، وهنا الزيادة بلس 2. هون أو سبكتر كلاس هي تصنيف، لأن هون الصنف الطيفي، الصنف الطيفي يبدأ من الـ O اللي هو أكثر 30,000 إلى بنتهي إلى M اللي حوالي 2,500 لأن هون، والـ O stars حوالي 30,000 لأن هون إلى كلفة. إذن هذا هو الـ X-axis O B A F G K M أو temperature of the index. على الواي اكسس اما بكون في عندي اللومينوسيتي من 10 قوس 4 بتزداد بشكل 10 قوس 6، او من خلال الابسوليوت لان هون الان الماجنيتيود لان هون. اذا هذا الابسوليوت ماجنيتيود بتبدا من بلس 5 وتنتهي ناقص 10 بلس 15، بلس 15 هي اكبر شيء كبير لكن هنا ناقص 10 قليل، نفس التمرشر ببدأ من كبير فأقل، هون ببدأ في أبسلوت ماجنت كبير، بعدين كل ما ارتحت إلى أعلى أبسلوت هون بقل، لكن وصلت إلى من صغير إلى الآن هون كبير. إذا هذا يبين خصائص متغيرات الخصائص النجمية موضوع عن مخطط حوالي مخطط الـ HR. ما هي أهم معالم الآن المخطط الآن هون اتش ديجرام؟ ما هي أهم المعالم؟ أهم المعالم الآن هون الآن ما يلي، وجد الآن تظهر عدد من السمات وخصائص النجوم بشكل واضح. فالنجوم الساطعة مثلا تتموضع في أعلى المخطط، والنجوم العاتمة في أسفله. إذا في أعلى المخطط هون، في أعلى النجوم الآن هون الساطعة، والنجوم الغير ساطعة في أسفله لأن السطور هون السطور يزداد كل ما ارتفع العدد يزداد، لأن هون النجوم الساطعة تكون هذه المنطقة، ونجوم الغير ساطعة تكون لأن هون إلى أسفل العاكرة لأن هون، ونجوم الحارة إلى اليسار، ونجوم البعيدة إلى اليمين. إلى نجوم الحارة شو مقصود الحارة؟ درجة حرارة مرتفعة وين تكون إلى اليسار، والنجوم الباردة وين؟ إلى الآن هون يمين، هذا الآن هون إلى مخطط. كما لاحظ أن هناك تجمع قطري على شكل سلسلة لمعظم نجوم المجرة حوالي 90%، يمتد من أعلى اليسار المخطط إلى أسفل يمينه. إلى كمان هناك وجود سلسلة التابع رئيس اللي هي اللي معظم نجوم المجرة حوالي 90% موجودين ضمن هذه السلسلة، يمتد من أعلى اليسار المخطط، أعلى اليسار المخطط إلى الآن أدنى يمين إلى هون إلى المخطط. إذا سلسلة شكل إلى هون قطر بهذا الشكل إلى هون، وقسمية تلك السلسلة بسلسلة التتابع أو إيس مين سيكونس مين سيكونس، بينما يتوزع باقي النجوم أعلى أو أسفل تلك السلسلة. يعني في هنا سلسلة تتابع رئيس من سيكونس، والنجوم الثانية إما أعلى أو أسفل هاي التتابع الآن هون الآن رئيس، حيث يتوزع في الجزء العلوي، الجزء الأيمن العلوي، الأيمن العلوي النجوم الباردة الشديدة السطوع.
كان قال لي قال لي ما العلو هون، هذا الهجوم موجود هون، شو قصة القصة؟ الآن هنا باردة سطوع عالي، هون في المنطقة باردة وسطوع عالي، بينما تقع النجوم الحارة الخافتة، الحارة الخافتة تحت أسفل إلى تحت السلسلة إلى الأسفل وفي المركز. إذا لكن هون هذا السنوسي، هون هاي المنطقة شو خاصة أسفل النجوم حارة وترتفع، لكن لومينوسيتي الآن هون الآن قليلة. هذا الآن اللي بيّن لي ما هو مخطط الآن هون الـ HR الآن هون الديجرام. هون طبعا زيادة درجة الحرارة، هون الأم الهون، وهذا اللومينوسيتي، فهذا يسمى سلسلة تابا الرئيس الآن هون اللي معطى 90% من نجوم المجرة هي ضمن تسلسل تابا الرئيس. وفي عندي النجوم الأخرى الآن هون تسمى سب جاينت أو فوق العمالقة أو جاينت العمالقة. هاي النجوم طبعا فوق العمالقة هي تقريبا لومينوسيتي عالية، لكن هون طبعا تكون درجة حرارة عالية، هون موجود بهالمنطقة درجة حرارة هون منخفضة لكن لومينوسيتي عالي. هون طبعا في عندي نجوم اللي هي تقريبا باردة لكن لومينوسيتي إلها إلى حد ما متوسطة. هاي نجوم الأقزام البيضاء هي بتكون طبعا باردة حارة، درجة حرارة مرتفعة، لومينوسيتي إلها لأن هون قليل. طبعا شوف يزين ليش هاي الآن هون الوايت دوارف هي بتكون بارد حارة برغم الحارة لكن بتكون لومينوسيتي قليلة، لكن هاي النجوم منها باردة لكن لومينوسيتي لأن هون يكون عندي مرتفعة. هشوفها طبعا في ال اللي بدي أعمل سوي في هذا الآن هون الشابتر. وبتلاحظ كمان هون عندي بعض أمثلة فيزيائية على بعض النجوم، هاي زي ما شفنا مرافق الشعر اليمانية لو مرافق الشعر اليمانية والشامية ودوايت. وفي عنا نجم برناند الآن هنا، وفي عنا هنا دبران، منكب الجوزاء، قلب العقرب، نجم سهيل. البولاريس حكينا عنه بحدد لي هو عبارة عن سوبر جاينت، بحدد لي وين موقع الشمال الجغرافي. في عنا كمان دم الدجاجة، وفي رجل الآن هون الجبار. لكن هاي النجوم كلها هي ضمن التسابع الرئيس، لاحظ الشمس شمسنا هي ضمن التتابع الآن هون إلى رئيس المين الآن هون الآن سيكوس. في كمان هون فيجا حكينا عنه اللي هو حدد لي المرجع للماجنيتيود، قيمة الماجنيتيود اللي دائما نفترض يساوي الآن هون إلى صفر. هاي الشعر اليمانية موجودة هون، وهي طبعا الطير إلى بعض النجوم، وهي المئزر إلى هون، وهي بعض النجوم إلى هون إلى الأخرى. في الفيديو اللي بعده هنشوف ما يخص النجوم الواقع ضمن سلسلة التتابع إلى هون إلى الأرض.